سألت التاريخ الأكبر عن صفحة خلد لا يفتر، عن زمن يستغرق فينا رحلة مجد لا يتقهقر. فأجابت مئذنة الدنيا حي على شرفات الأزهر. تقوم صفا معوجا وبقلب السطع هي اللحمة. كفك من غصن الريحان ونثرت بذورا فاجتمعت سرا يطلق الآذان. لك أن معزا شيدك لتشيد أنت الإنسان. عجبا لتلك الفتاة، تخاطر بحياتها وتأتي من القاهرة حتى هنا لتنقذ جدها وتعيده إلى مصر وللأزهر الذي عاش به عمرا. ساعدها يا ربي فيما تسعى إليه، وألهمني القوة كي أعينها على ذلك. أنا لا أصدق أنت هنا الآن يا هند في الأستانة بعد كل هذه السنوات. نعم يا جدي نعم، أنت لم تفارقني يوما، كنت أحلم بك كل ليلة وأنا على يقين بأنك حي وسأراك مرة أخرى. ولكن كيف وصلت إلي؟ إنها حكاية طويلة يا جدي سأخبرك بها، ولكن ما يهم الآن هو أن أعود بك إلى مصر. وهل تقدرين على هذا؟ سأفعل يا جدي بأي ثمن. نحن في الأستانة يا هند في قبضة هؤلاء الظالمين العثمانيين. الله معنا، لا تيأس، سنعود معا سالمين. ولكني شيخ عجوز، لن أستطيع الهرب من هنا. بل ستستطيع. ألا تريد أن ترى القاهرة مرة أخرى؟ ألا تريد أن ترى الأزهر؟ الأزهر، القاهرة، لكم أشتاق إليهما. كل لحظة مرت هنا وأنا بعيد عنهما كنت أشعر بغصة وألم عظيم. سينتهي كل هذا الآن وسترهما وسترى يوسف. صار يافعاً الآن وطالب علم نجيباً نابغاً في الأزهر كما كنت تريده يا جدي. الحمد لله، الحمد لله، كنت ميتاً هنا طوال عمر مضى وأنا بعيد عنكما، ولكن ما تخبرينني به الآن يهون كل شيء. ستعوض كل ما فاتك حين نعود من هنا. ولكن كيف سنغادر وهؤلاء الحراس يقفون هكذا؟ لدي خطة ستخرجنا من هنا. الآن؟ لا، سنمكث بعض الوقت
فالحراس منتبهون، سنختار توقيتا مناسبا وسأخبرك حينها ما سنفعله. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، صلوات الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اجتمعنا هنا اليوم في حضرة مولانا شيخ الأزهر الشريف لإعطاء إجازة في حفظ القرآن الكريم بقراءة حفص عن عاصم لطالب نابغ ونابه هو الشيخ يوسف المصري، ويشرفنا مولانا بأن يقر هذه الإجازة بنفسه. تفضل يا بني. أمرك يا مولانا الشيخ. لقد اجتهدت وتعبت حتى وصلت إلى هذه اللحظة التي تجني فيها ثمار جهدك. أنت حافظ لكتاب الله برواية هي الأشهر بين الروايات، وشهد لك شيوخك بأنك طالب علم نابغ عمل وأنجز. أكرمك الله يا مولانا. هذا إقرار منا بذلك، إجازة في قراءة حفص. تفضل. الحمد لله الذي من علي بها. ولكن اسمع يا شيخ يوسف، لا زال أمامك جهد كبير عليك أن تبذله، فالطريق طويل. أريدك أن تتعلم الروايات الأخرى لقراءة القرآن وتتقنها وتجاز فيها أيضا، هل تسمع؟ نعم يا مولانا الشيخ، سأفعل بإذن الله. وبعدها علوم القرآن ليتفتح عقلك بكتاب الله وآياته ومعانيه. أمرك يا مولانا. بارك الله فيك وبارك لك في عقلك وعلمك وزادك أدبا وعلما. اسمح لي يا مولانا أن أخبرك بشيء آخر يخص يوسف. ومن يشهد له غيرك يا شيخ أسامة؟ إنه تلميذك النجيب ولك أن تفخر به. الشيخ يوسف لم يكن نجيبا في العلم فقط، بل كان في المروءة أيضا. ساعد زميلا له في الحصول على إجازته في القرآن. ها هو، اقترب يا بني. طلبت مني أن أخبر الجميع بما حدث، وها أنا أفعل. رغم الصعوبات التي واجهها زميله الذي كاد يترك طلب العلم ويعود إلى بلدته في الصعيد، إلا أن يوسف كان خير عون له ليكمل ما بدأه ويحصل على إجازته. أنا لم أفعل إلا واجبي تجاه زميلي يا شيخ أسامة. أرأيت يا مولانا؟ هل علمت الآن لما أفتخر به وأشهد له؟ ماذا بك يا يوسف؟ لماذا تبدو حزينا هكذا؟ ألست فرحا بأنك قد حصلت على إجازتك من الأزهر؟ بل فرح يا عم حنة، ولكن كنت أتمنى أن تكون هند معي الآن. ألا يكفيك وجودي معك؟ أنت بمثابة ولدي. الله وحده يعلم كم أحبك كأبي، فأنت من رعاني ورباني. كنت ستنسيني أهم شيء، خذ هذه يا يوسف. ما هذه يا عم حنة؟ إنها هديتك، مكافأة لك على ما أنجزته في طريق العلم. أشكرك، ولكن لا داعي لهذا، فأنا فعلت ما توجب علي فعله. إنك تستحق يا يوسف، لقد اجتهدت، وأنا كنت أنتظر هذه اللحظة حتى أهديك هدية تليق بما أنجزته. لقد فعلت الكثير معي حتى أصل لما وصلت إليه، ساعدتني في كل خطوة أخطوها، إن لك فضلا كبيرا علي. لا فضل بيننا يا بني. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأنت تستحق كل الشكر. بارك الله فيك يا يوسف، كم أنا فخور بك. ماذا فعلت بنفسك وبغيرك يا رضا؟
تأذيت وآذيت جميع من حولك، ابنتك وهذا المسكين جمجوم. أرجو أن يسامحني الله على ما فعلت. يا الله سامحني يا الله. ألم تكتفي بعد يا محمد بيك؟ أكتفي بماذا؟ بما فعلته بجمجوم ومن بعده المعلم رضا. اسمع يا شيخ بكر، أنت تعرف أني أحترمك وأقدرك، ولكن أرجوك لا تتدخل في هذا الأمر. ولما؟ لأني لا أستطيع أن أتجاوب مع أي طلب تطلبه أو نصيحة تنصحها فيه. لهذه الدرجة؟ وأكثر، لقد تمت إهانتي وبشدة. ولكني لا أفهم، جمجوم هو من تغنى بما ضايقك ولهذا سجنته، ولكن ماذا عن المعلم رضا؟ لماذا تسجنه؟ لقد تطاول علي، طلبني غاضبا أن أعفو عن جمجوم لينقذ ابنته من الموت بعد أن مرضت حزنا عليه. رجل ضعيف يخاف على ابنته، تسجنه يا محمد بيك؟ إنه يستحق لسوء أدبه. اسمع يا بيك، لقد أتيتك ناصحا، أفرج عن جمجوم والمعلم رضا ولا تكن متعنتا، فالأمر أهون من هذا. كيف تنصح بهذا وأنا أخبرك أنه تمت إهانتي يا شيخ بكر؟ أليس من حقي أن أدافع عن نفسي؟ تقدر فتعفو يا محمد بيك، هذا أكبر من أخذ الحق إن كنت تعلم وتفهم. أتهينني أيها الشيخ؟ حاشا لله، كل ما أقوله إنك تحتاج لأن تعقل الأمر وتفكر بحكمة لا بغضب واندفاع لا فائدة منه. ماذا تريد يا شيخ بكر؟ أن أنسى الإهانة بهذه السهولة؟ بل أريدك أن تعلم بأن المصريين يحتاجون لمن يفهمهم لا لمن يتصارع معهم، يحتاجون لمن يترك هيبته عند بابهم لا لمن يرتديها قبل أن يخرج إليهم. فكر جيدا يا محمد بيك، وستصل في النهاية إلى القرار السليم. سمية، ماذا حدث لك يا سمية؟ ردي على جمجوم، أنا هنا إلى جوارك، أشعر بما أنت فيه، يحزنني أن تمرضي رغم أن هذا يعني أنك تهتمين لأمري. أجيبيني يا سمية، حياتي لا تساوي شيئا بدونك. جمجوم، هل تكلمت يا سمية؟ نعم. الحمد لله، ابنتي لقد عدت إلي، أنا لا أصدق. كيف خرجت من السجن يا جمجوم؟ كاد أحدهم يضحي بحياته لأجل أن ينقذني من يد المماليك. ومن يكون هذا؟ أبوك المعلم رضا ذهب إلى أبي الذهب بنفسه وطلب منه أن يخرجني، فحبسه معي. ماذا؟ كيف وهو يعمل؟ أعرف كل شيء يا سمية، وسمحت المعلم رضا فيما فعله، فقد أصلح ما أفسده، وأريدك أن تسامحيه أنت أيضا. سامحيني، سامحيني يا سمية، اغفري لأبيك الذي يحبك. أسامحك يا أبي، وأرجو من الله أن يسامحك. جدي، لقد حان الوقت. هل سنخرج الآن؟ نعم، أحد الحارسين تحرك من مكانه، والآن لا يوجد إلا حارس واحد، ونستطيع أن نبدأ الخطة. هند، إن كان في الأمر خطورة قد تؤذيك فلا تفعلي هذا. لا وقت للكلام الآن يا جدي، سنخرج من هنا ونعود إلى مصر، ولكني أريد مساعدتك. مساعدتي أنا؟ أغيثوني، أغيثوني. ماذا حدث لك أيها الشيخ الخرف؟ ماذا حدث بك لتصرخ كل هذا الصراخ؟ كيف فعلت هذا؟ هيا يا جدي، هيا هيا نهرب بسرعة. انتبهي يا هند، الحارس خلفك. أيتها اللعينة، كيف دخلت إلى هنا؟ دخلت لأنكم أغبياء، وسأخرج كما دخلت ولن تمنعني. سترين أيتها الشقية، لن تخرجي من هذا الباب أبدا إلا على جثتي. إذن أنت من اختار. احترسي يا هند.
أرأيت؟ إنها نهايتك أيتها الفتاة الغبية. حين زاد الصمت في أرجائها قد نطقت الحق في وجه العناد. أزهر الحق ينادي إنني في ظلام.